في ظني وتقديري أننا دخلنا في مرحلة حاسمة من توجيه الضربة الإسرائيلية إلى إيران، باعتبار أنه بعد القضاء على يحيى السنوار وأيضا الحملة العسكرية والعملية البرية اللي بتقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، أصبح لم يتبقى لإسرائيل بشكل مباشر إلا توجيه ضربة عسكرية قوية إلى إيران. وفي ظني وتقديري أن التصريحات السابقة التي خرجت من الرئيس بايدن والتي قالت أنه لن يتم استهداف المنشآت النووية أو حتى مصافي النفط لا يمكن التعويل عليها، لأن إسرائيل أرى أنها ستقوم بتوجيه ضربة مؤلمة إلى إيران. من الممكن جدا أن يكون هناك استهداف للمنشآت النووية، نعم. لأن إسرائيل تريد أن تتخلص من هذه الأذرع التي تحاك لها، وبالتالي هي تريد أن تتخلص من المفاعل النووي الإيراني.